عبر الهاتف بينضم إلينا للمزيد من المتابعة النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بسيادتك. أهلا بيك. الحقيقة أن النهاردة كان في تصريحات عديدة للدكتور مصطفى مدبولي فيما يتعلق بهذا الملف، ملف المصالحات في مخالفات البناء، والحقيقة كمان هو تحدث بمنتهى الصراحة في هذا الملف. حضرتك إزاي تابعت هذه التصريحات يا فندم، وإيه اللي ممكن نقف عنده عند هذه التصريحات؟ الحقيقة أنا تابعت طبعا المؤتمر تفصيلا، والمؤتمر جاء يعني الحقيقة متسقا مع التوصيات التي أصدرتها لجنة الإدارة المحلية في البرلمان منذ عدة أسابيع، وأعتقد أن في رسائل مهمة جدا دكتور مدبولي يعني طمأن بها الناس، وطمننا احنا كنواب الحقيقة وكمجلس النيابي. أولها اسمحيني أن أنا أعددهم لك كده من وجهة نظري. أولها هو رسالته بأن الحكومة لا تقوم بإخلاء المنازل المأهولة بالسكان والقيام بإزالتها كما يعني كما بيتم الترويج. الأمر الثاني هو التوجيه بشكل واضح وحازم لجميع المحافظين بمسألة مراجعة الأسعار وخفض الأسعار بالنسبة للرسوم التصاعد. الأمر الثالث أيضا هو توجيه المحافظين والقيادات التنفيذية بقبول الطلبات حتى وإن كانت المستندات لم يتم استيفائها، وأعطى مهلة لاستيفاء المستندات 60 يوم. الحقيقة كنت أنا أتمنى، وإحنا هنشتغل على الكلام ده إن شاء الله الأيام اللي جاية، أن يكون التوجيه متضمنا رؤساء أجهزة المدن الجديدة، لأن الحقيقة بعد المؤتمر جالنا يعني تخوفات من أهالي أهلنا القاطنين في المدن الجديدة، التجمع، الشروق، أكتوبر، برج العرب، يعني إن لأن أنت عارفة المدن الجديدة مش ولايتها مش تبع المحافظين، صحيح، ولايتها تبع الإسكان. فبرضه يعني هم بيطلبوا بأن عندهم طبعا مغالاة شديدة جدا في الأسعار، وبيطلبوا أن هو برضه يبقى التوجيه صادر لأجهزة المدن، وأنا بطمنهم إن شاء الله أن ده هيتم يعني بإذن الله تعالى. طيب بعد إذنك سيادة النائب، يعني احنا هنا بس عشان نكون واضحين وما يجيش بعد كده حد يروج لأفكار أخرى، فكرة يعني التخفيض في القيم من 10% ل 55% دي أكيد ليها معايير. شوفي، ده ملف إصلاحي لموروث بقاله 50-60 سنة، ومسألة المعايير الاقتصادية فيها أنا في تقديري الشخصي لا تستقيم. يعني إيه؟ يعني ما يجيش يقول لك إيه أصل الحتة دي في المنطقة ده هي بقد كده، فأنا هقوم مثلا مقدر سعر السوق بقد كده وأعمل نسبة خصم عليه 50% أو 70%، صحيح، فيبقى ده السعر. لا 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 لا، دي ما تمشيش كده. دي تمشي بمستويات الوحدات المحلية. هو ده اللي إحنا عايزين نوضحه سيادة النائب. يعني إحنا الحقيقة انت النهارده عندك الحد الادنى 50 جنيه، 50 جنيه تسكنهم في العزب والنجوع والقرى. لو مش هتسكن ال 50 جنيه في الوحدات في المستويات دي هتسكنها فين؟ هتسكنها في مصر الجديده؟ ما ينفعش بقى قريه انت تيجي تقول اصل القريه دي شكلها حلوه حبتين فنخليها 200-300 جنيه. لا، ما تمشيش بالطريقه دي. انت اشتغل، استهدف الكم ولا تستهدف القيمه، لان الكم هو اللي هيحقق لك الفلسفة اللي احنا عايزينها كدولة. صحيح. من هذا التشريع ألا وهي سلامة المجتمع وكرامة المواطن، زي ما انت شفت في المؤتمر الصحفي وأكد عليه الدكتور مدبولي، فإن المسألة مش فلوس، المسألة ان احنا عايزين نصفي الدعاوي والأحكام اللي صادرة ضد المواطنين بالحبس والسجن. طيب سيادة النائب لو سمحت لي في هذا السؤال، يعني قبل أن أختم معك، خليني أتكلم عن بعد آخر أيضا في تصريحات رئيس الوزراء النهاردة. الحقيقة أنه بعد ما كان في شكل من أشكال القرارات الحاسمة والحازمة، كان في تعديل على القرار النهاردة. احنا بنتكلم عن فترة سماح 60 يوم بعد 30 سبتمبر، بنتكلم كمان عن سداد القيم على مدار 3 سنين. ده يخلينا ناخد الموضوع بشكل آخر يا فندم، فكرة مراعاة البعد الاجتماعي، فكرة النظر بشكل قريب لي يعني ما يتم تداوله وطلبات المواطنين في الداخل المصري. الحكومات الرشيدة في العالم كله لما تيجي تتناول مثل هذه الملفات يجب أن تتناولها من خلال مفاهيم التقييم المستمر لكل مرحلة طبعا، ومن بعد التقييم
تأتي أبجديات التقويم والتعديل. يعني مش عيب إن إحنا بعد ما نقيم يكون في قرار معين أنت أخذتيه ترجعي في القرار ده هوت بطريقة أو بأخرى، لأن أنت بتتعاملي مع حاجة غير تقليدية، بتتعاملي مع حاجة استثنائية. ولو حيرتي كمان متطلبات هذه الدولة يعني. طبعاً مش ماشية على مسطرة واحدة، فلازم هتشوفي تعرضي حاجة ثم هتلاقي رد الفعل بتاعها، في ملاحظات، في شكاوي، في أفكار جديدة. إيه المانع إن إحنا ناخد بالأفكار دي؟ الشجاعة تتطلب إن أنا النهاردة أتناول مثل هذه المقترحات، وإذا وجدتها تصب في المصلحة العامة أتبناها. هو ده اللي أنا عايزة أوصله سيادة النائب، إنه الدولة المصرية حتى إن قامت بأخذ قرارات معينة لحد هذه اللحظة ممكن تراجع نفسها إن كان متطلبات المواطنين أو متطلبات الداخل بتقتضي غير ذلك. أنا بشكرك شكرا جزيلا يا فندم سيادة النائب أحمد السجيني، شكرا جزيلا.